السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا جدا بجوار البحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل القرية بسعر لقطة. شفنا بعض واجهة العمارة وعندي هنا موجود ده المدخل. مدخل ممتاز وراقي جدا جدا ما شاء الله. أسانسير وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. دي شقتنا اللي فيها العرض وعندي هنا شقق إيجار. التانية بقى الدور عندي على 3 شقق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. على شمالنا هنا موجود عندنا مطبخ أمريكاني والمطبخ عندي هنا من الداخل. قصادنا هنا موجود عندي ريسبشن كبير ما شاء الله ومتقسم عندي تقسيم قطعتين ومتشطب كمان كويس جدا. تشطيب فوق الممتاز. تشطيب جبسون بورد الوان هادية وديكورات ممتازة جدا سي ان سي. ما شاء الله رؤية المطبخ عندي هنا من الامام. ندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام. قصادنا هنا على طول موجود عندي عدد الكهرباء اللي خاص بالوحدة بتاعتنا. العداد من داخل الشقة. على شمالنا هنا موجود عندنا الحمام. الشبابيك كلها متأمنة عليها حديد زيادة أمان. بعد منه وشرطة موجودة عندي هنا الغرفة الأولى. أول غرفة نوم وشطبة كويس جدا. تشطيب فوق ممتاز. تشطيب جبسون بورد ألوان هادية وديكورات مميزة جدا. والشباك برضو بتاعها عليه حديد زيادة أمان. بجوار منها وشرطة موجودة عندنا هنا الغرفة التانية. تاني غرفة نوم الشباك بتاعها عليه حديد ومتشطبة كويس جدا. تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات مميزة. جميل جدا جدا ما شاء الله. رؤية الريسبشن موجود عندي خلفية ممتازة جدا ما شاء الله من الثري دي. نطلع مع بعض للبلكونة ونشوف رؤية البحر ورؤية الشارع. البلكونة برضو عندي عين عليها باب حديد أو شباك حديد زيادة أمان. تراس رائع وممتاز جدا جدا ما شاء الله. على امتداد دوت على نهاية الشارع موجود عندنا البحر والشقة بتشوف البحر بكل وضوح على بعد 3 دقايق بالظبط مشي للبحر. موقع ما شاء الله مميز جدا وبتطل عندنا على شارع عرضه 12 متر. بجوار الشارع الرئيسي والبحر والخدمات العامة داخل القرية. رؤية الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. قعدنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. شقة مميزة جدا في الطابق الأول علوي
أول طابق بعد الأرضي، العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود عندي أسانسير وحارس خاص للعقار وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر لقوات مسلحة وكاملة الإعدادات الكهربائية زي احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، السعر 420,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 18,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.